يحتفل الأردنيون بحزيران من كل عام بعيد الجلوس الملكي، فمضى على تولي جلالة الملكة عبد الله الثاني ابن الحسين على تسلم سلطاته الدستورية 20 عاما. وبهذه المناسبة التقت الحقيقة الدولية مع المواطنين في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، والذين قالوا: مبول الله يطول عمر جلالة سيدنا ويعطيه الصحة والعافية، وإن شاء الله العمر المدين ويخلينا إياه ويحفظ هاي البلد ويحفظ الشعب الأردني والأمن والأمان إن شاء الله، وكل عام وجلال سيدنا والأمة العربية والإسلامية بألف خير إن شاء الله. نقول له كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم يا جلالة الملك مزيدا من التقدم والازدهار. الله يعطي العافية يعني، ما شاء الله البلد كل مرة يعني في تطور مستمر. والله أنا بقول له الله يطول عمره ويخليه إن شاء الله لهذا الوطن المعطاء. أتمنى له دوام الصحة والعافية، وفي هذا العيد الفطر سعيد، وفي عيد جلوسه الملكي نقول له كل عام وأنت بألف خير صاحب الجلالة. حفظ الله المملكة الأردنية الهاشمية شعبا وجيشا وقيادة، وكل عام وجلالة الملك والأردن بألف خير. رامي العيسى، الحقيقة الدولية، عمان.